السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على شبيبة القبائل، وين المصريون يعتبرون شبيبة القبائل الشبح الأسود لنواديهم، في يعني نقولوا بلي احنا بروحنا، انا واحد من الناس بكري نهدرها، كاين جياسكا وكاين ستيف، هي اللي موقفتنا امام الافارقه وفي شمال افريقيا. كاين دوزيكي برك، هذا مكان ما مليها مكاش كاع. وعندنا هنا سي بول، انا كي نقول بلي انايا مع السياربي هنا في الجزائر، اللي باغي امن يجي سقسي هنايا. جدي ما نعرف، بصح نقول لكم ابوي وانا ولادي طالعي كاع كاع الفاميليا كاع سياربي، نقول لك سياربي. ما قال لك عندي عمي واحد يموت على الاسبيرونس، ناس سيبورتير تاع الاسبيرونس قديم كاع، اسبيرونس تاع مستغالي تاع رجي مستغالي، ما يموت عليها. عندو لي ديبلاسمون تاعو من 64 تصاوير، كانت الناس ديبلاسي باركاد كانوا يديبلاسو. عندو تصاوير وكلشي. حنا المهم، حنا كيما يقولك انا سيبورتير تاع السيربي، بصح كي نهضر الالقاب خارج الجزائر والله ما قالك جياسكا وسطيف، هذا مكان مع الاخرين، ما الاخرين تاع هنا برك يخرجوا برا، هنا اسود كي يخرجوا برا يولوا ارانب. راهو روح يمشي يمشي يمشي، مين يزير على روحه يوصل دور المجموعه، ومن بعد يديروا له 6 في 7 وضرب، ما راهمش يوصلوا كاع دور المجموعات كاع، ما يوصل. قلت لك دور المجموعات المربع الذهبي كاع ما يوصلوش، المربع الذهبي لا كاش يلعبوها بيناتهم، يقولوا رانا في المربع، لا كاش ينوموها في المنام وما نعرف، لا كاش منا القدام ما نعرف. وين اعترفت الصحافة المصرية أن شبيبة القبائل يعتبر السابح الأسود لنواديهم، مؤكدين أن ممثلين كرة القدم المصرية الذين واجهوا الكناري في مختلف مسابقات القارية سقطوا أمام شبيبة القبائل، مستشهدا بذلك بمواجهة النادي الإسماعيلية وكذلك النادي الأهلي المصري لشبيبة القبائل في منافستين كأس الاتحاد الإفريقي وكذلك رابطة أبطال إفريقيا على التوالي. صح كنا حضروا فينك الأهلي مع ستيف، الأهلي مع لامسية، بصح استيالا تصيب خطرة ما يبانوش على السنين، لاش يتخدم لبدا ولد عمي، استمرارية في العمل. حنا هاري وراي بجاية وصلت فينال، موراها طاحت، وصلت فينال وطاحت، مكاش استمرارية، مكاش استمرارية. تنجي ايه تسيير ارسنال وقيلة في 2000 باعت لعاب، بعتها لباريس سان جيرمان، وقيلا بعتها البارسا وراحوا جابوا راحوا كسموه راح لي تيريوري، راحوا جابوه قيلا من جوفنتيس، ولا جابوه كان يلعب في جوفنتيس وقيلا، ولا كان يلعب في الانتر في ذاك الوقت، والله ماني قاد، كان فاشل يقول لك هذا لعب فاشل ارسنال، جابته وصنعته في لعب تاريخ تاع ارسنال، عاود كتب تاريخ مع ارسنال. ارسنال بالدراهم اللي باعت داك الجوير راح لي اسمه، باعته للبارسا، شرات اوتيل تاعها وعاودت تصطاد. شو الناس اللي يخدموا وجابوا جوير طرطقهم، طرطق ارسنال تيريوري دار تير مع ارسنال، ولا مالك الاهداف على الجهه اليمنى، الجهة اليسرى، ولا مالك الأهداف. الناس اللي تلعب صاحبي، حنا نعاود نولو وين ممثل، وين كان شبح، نقولو بلي جياس كان شبح الأسود تاع المصريين، وين شنا كيفاش، وين شنا كيفاش، خاصة في شهر رمضان، وين ذكر تتويجات شبيبة قبائل بكأس الكاف على حساب النادي الإسماعيلية المصري قبل 20 سنة،
عندما التقى الناديان في نهائي المسابقة القارية في فاتح من شهر ديسمبر في عام 2020 الموافق لخمس نهار رمضان نهار الخامس تاع رمضان، حيث حل النادي الإسماعيلية ضيف على شبيبة القبائل في مباراة العودة على ملعب 5 جويليا الأولمبي في نهائي بطولة كأس الكاف، أين تعادل الفريقين سلبي، لا تعادل ماشي سلبي، تعادل إيجابي هدف لهدف، وين بن دحمان اللي ماركا بالك من الكاروت بتيرة ماركاها، كانوا خاصين 1-0 وجياسكا كاليزيت. وين شفنا كيفاش المباراة التي أدارها الحكم المالي آنذاك السيد بيكايا، وين تستفيد شبيبة القبائل من تعادل المحقق في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة في الإسماعيلية في مفاجأة من عيار ثقيل، مثل ما وصفتها الصحيفة الدستور المصرية بعدما تقدم محمد بركات للنادي الإسماعيلية من ضربة جزاء قبل أن تعدل شبيبة القبائل الكفة بهدف وصفته أيضا ذات وسيلة إعلامية بالغريبة بعد تسديدة الوناس بن دحمان وسكنت شباك الحارس محمد صبحي لتنتهي المباراة بتعادل وسط ذهول الحاضرين حسب الدستور الجريدة. وعادت شبيبة القبائل لتلقي الأهلي المصري 10 سنوات بعد ذلك في شهر رمضان وفي خامس من أيامه وبالتحديد بتاريخ 15 من شهر أوت 2010 حيث التقى الناديين على الملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة الدور أبطال إفريقيا في المباراة التي أدارها الحاكم المالي كومان كوليبالي، وانتهت بفوز شبيبة القبائل بهدف دون رد حامل توقيعه شمس الدين نساخ قبل أن يتعادل الفريقين في 15 يوم بعد ذلك في لقاء الأياب ولحساب الجولة الرابعة من ذات المنافسة بهدف مقابل هدف، وين تقدم الأهلي الناجي محمد الملقب بجدو قبل أن يعدل سعد تجار الكناري بهدف تاريخي بقاذيفة أسكت بها كل الجماهير الأهلي الغفيرة الذي غاصت بهم المدرجات الملعب القاهرة الدولي في 19 من أيام شهر رمضان المبارك. يعني باش يكون على بالكم من كانت مباراة هذيك المباراة تاع سعد تجار لي كوفرو عاودت ولات سكت بها بالك 80,000 أهلاوي، 80,000 أهلاوي كي نقولوا 80,000 أهلاوي ماشي زعاق على بالك هما مين يديروا الفوت تاع نادي رئيس الأهلي، على بالك بلي تحسب فوت تاع آخر تاع رئيس دولة فوت فيها يلحقوا 20 يلحقوا بالك 10 ملايين عندها بالك عندها 10 ملايين سيبورتير خاطش على عندهم 100 مليون هما بالك عندهم 10 ملايين سيبورتير تاع الأهلي. شو جياسكا تاريخ حنا شو عرفت شو بالك سيربي لي زاني 60 وكلش سيربي لي زاربيت في ذاك الوقت لي في لافريك وكلش بصح كي تبقى تشوف كاين جياسكا وكاين ستيف واحد نهضروا صح كاين جياسكا ستيف هما الفور ضروك كيما المصاروه اللي يحبسهم ينجم يحبسهم هما المغاربه برك يحبسوهم هذا مكه المغاربه هما اللي يحبسوهم مكاش اللي يحبسهم غير الرجاء هو اللي يحبسهم ولا الوداد اللي يحبس المصاروه. نتمنوا ان شاء الله بربي الشامبيونز ليغ اللي غادي يلعبوها ان شاء الله الا لعبوها ما نعرف لا مري بزواج يعني نتمنوا ان شاء الله بربي الرجاء والوداد في نار صحيتو ربي يحفظكم. زاتشي تاع لافاف زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وم الزبوج الرشا وم الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها 1000 هكتار
لزاتشي يجيو الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي فيه.